النقيب الآسيوي بلا ملعب. حقيقة موضوع الملعب موضوع طويل، يعني احنا وقعنا مع شركة واتفقنا وهيئنا كل الأجواء والاتفاقات والأمور مع الشركة، لكن صدمنا يعني بحائط عرضي، يعني قوانين السابقة، قوانين تعمل بها الدولة 86، يعني نظام البائد، فلزمنا انه الملعب ينصدم بنصب الشهيد. كيف نبني الملعب اعلى من نصب الشهيد؟ هذا قانون ما نقدر نتجاوزه، يعني كلام امين بغداد اكيد، ولبينا له دعوه باحتفاليه طبعا، ودعينا